عرفت لي شلون؟ بس والله العظيم نحن جينا بثياب راجعين لعند بشار الاسد بالشرط، عرفت لي شلون؟ بدنا نجيبه باذن رب العالمين وين ما كان، ونحن الشعب يريد اسقاط النظام، ما بنتراجع عنه، ما اذا بيضربنا بالطيران، اذا بهد الدنيا فوقنا. مشاعرنا والله زعلانين على اللي دشرناه ورانا يا اخي، اقسم بالله. الله يفرجه بس، لا تسالني اكثر من هيك.